الأجواء دائما ستبقى شبه رعدية بالمناطق الشمالية للوطن، رعود منعزلة بالنسبة للسواحل لكن مرفوقة ببعض الأمطار، احتمالا تكون رعدية بالمرتفعات الداخلية الغربية الوسطى والشرقية، أقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسلي، زوابع رملية موسمية. فيما يخص مرتفعات الهجار والتاسلي، الصحراء الوسطى احتمال أن تنتقل إلى المناطق الداخلية الشرقية. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا ستشهد ارتفاع محسوس، وخاصة بالشرق الجزائري، 30 درجة بعنبة، سكيكدا، باتنا، 28 بقسنطين الصيف، 24 درجة بتيزي وزو، وهران، مستغانم، تلمسان، 23 درجة بالجزائر العاصمة، 26 بالجلفة والتيارت، 23 درجة بالبيض، لن تتعدى 34 بشمال الصحراء، 29 درجة بإليزي، 27 درجة بتندوف، 33 بأدرار، 31 بإن صالح، لتقارب 30 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. أما عن ظهيرة الغد بحول الله، ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى بالنسبة للمناطق الشرقية لتقارب 44، فيما يخص عنابة سكيكدا 42 درجة بقسنطينة وسطيف، 39 درجة ببتنا، الجلفة 36 درجة بتيزي وزو، 32 بالجزائر العاصمة، 34 بوهران، مستغانم، 37 بتيارت والبيض، لن تتعدى 45 درجة بشمال الصحراء، 42 بإليزي، 43 درجة بتندوف، 46 بأدرار، 45 بإن صالح، لتقارب 41 درجة بأقصى الجنوب. أما عن حالة البحر لنهار الغد، فالبحر سيكون مضطرب محليا على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر على السواحل الغربية، 30 كيلومتر على السواحل الوسطى، لكن ضعيفة على السواحل الشرقية، أين سرعة الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة.